فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما مدى صحة القول بأن من تتبع رخص الفقهاء تزندق؟ هذا قالها أطلقها بعض العلماء وقال إن الذي يتتبع الرخص يكون زنديقا. لماذا؟ لأن الذي يتتبع الرخص لم يعبد الله وإنما عبد هواه وجعل الدين لعوبة بيده. يسأل هذا العالم على أنه هو الواسطة بينه وبين شريعة الله وأن ما قاله العالم فهو حق، فإذا أعجبه فهو حق وإذا لم يعجبه تركه وذهب إلى آخر يفتيه بأهون، وإذا أفتاه بأهون ولم يجز له أيضا نعم إيش ذهب إلى ثالث ورابع وخامس حتى يأتيه من يفتيه ويقول إن الخمر حلال، وقال هذا العالم. فهمت؟ هذا وجه كلام بعض العلماء. وقال إن هذا من اتباع الهوى، وهو لا شك أنه من اتباع الهوى، لكن كونه يصل إلى حد الزندقة فيه نظر. ولهذا الصواب أن يقال من تتبع الرخص فسق، أي صار فاسق. والواجب على الإنسان أن لا يتلاعب بدين الله. إذا سأل عالما واثقا من علمه وأمانته وأن ما يقوله هو الشريعة وجب عليه التمسك به. قال أهل العلم ولا يجوز أن يسأل غيره. نعم.